Good morning. اليوم رح نحل النمبر 4. بيكون آخر سؤال بالدرس. بيقلنا بالنمبر 4 order from smallest to largest. يعني smallest إنه من الصغير للكبير. هون الأصغر من الأصغر to largest للأكبر. طيب عنا أول شيء بالبارت A عنا 3 over 7, 4 over 7, 2 over 7. أول شيء لنقارن الفراكشن، لنرتب الفراكشن، لازم أول خطوة نلاحظ إذا هني same numerator or same denominator، إذا هني نفس الشيء فوق أو نفس الشيء تحت. بنلاحظ هون عنا نفس الشيء بالdenominator 777، معناتها أصغر فراكشن هو 2 over 7 اللي عنده أصغر numerator، بيرجع 3 over 7 بيرجع 4 over 7. تاني وحدة نفس الشيء عندهم 11 11 11، فأصغر شيء هو 4 بيرجع 8 بيرجع 9 over 11. طيب بالنسبة للبارت سي هون اختلفت، عندكم 7 over 24، 7 over 18، 7 over 39. بتلاحظوا انه هني same numerator نفس الشيء فوق، معناتها أصغر واحد هو اللي عنده أكبر denominator، أكبر شيء هو 39، فعندكم 7 over 39 بيرجع 7 over 24 بيرجع 7 over 18. مثل ما قلنا أصغر fraction هو عنده أكبر denominator. هوني 1 over 2 1 over 3 1 over 8 كلهم نفس الشيء فوق 1 1 1، معناتها أصغر fraction هو اللي عنده أكبر denominator، الأكبر شيء هو 8، يعني 1 over 8 يرجع 1 over 2 يرجع 1 over 3. سوري هنا غلطنا، هون 1 over 3 بيرجع 1 over 2.